أهلا بكم من جديد. أسامة هوساوي قائد الوحدة والهلال والمنتخب السعودي وربما الأهلي في العام المقبل، هل وعد وأخلف أم قيل على لسانه ما لم يقل؟ عبد الله الدرويش يقرأ في أوراق القائد. هو قضية أينما حل وارتحل ونزل، حياته بدأت في الإمارات وتحديدا في رأس الخيمة شهر مارس 1984، حينها كان عبد الرزاق والد أسامة هوساوي منتدبا للتدريس هناك. بعد أن بلغ أسامة هوساوي 4 من عمره عاد مع أبويه إلى موطنه السعودية، وتوجهت عائلته إلى مكة المكرمة. في مكة بدأت علاقة الأسمر الطويل مع كرة القدم، بذرتها غرسها في مراحله الدراسية وانطلق معها، ما منحه مقعدا في منتخبات كل المدارس التي درس بها. رسميا انضم هوساوي إلى الوحدة، النادي الذي يمثل العاصمة المقدسة في الدوري السعودي، وتدرج في فئاتها السنية حتى الصف الأول في الفريق. ولا ينسى أسامة التونسي لطفي البنزرتي الذي منحه الفرصة كاملة، وأعلن بعدها ولادة سد من سدود الكرة السعودية. سطوع نجم هوساوي في مناطق الدفاع في بداية مسيرته الاحترافية دفع أندية المقدمة للتنافس عليه، أبرزها الاتحاد والشباب وأخيرا الهلال الذي كسب الجولة في مكاتب لجنة الاحتراف السعودية، وتغنى وحيدا بصفقة المدافع ليوقع أسامة عقد انتقاله ل4 مواسم منذ 2008. في الهلال حصد المدافع هوساوي إنجازات محلية كثيرة تمثلت في لقب الدوري موسمي 2010-2011 و4 كؤوس ولي عهد. بعد نهاية عقده مع الفريق الأزرق اختار اللاعب المدافع طريق الاحتراف في أوروبا. كان له ما أراد في عقد لموسمين مع أندرلخت البلجيكي، ضحى بالمال والإغراء الهلالي مقابل تحقيق مراده. لكنه قبل أن يرحل خرج في مؤتمر صحفي ووعد الهلاليين بالعودة إليهم حال انتهت رحلة بلجيكا. ما أروح لأي نادي، فاتفقنا على هذا الشيء ورضى الطرفين يعني. ويمكن حتى كان الموضوع يمكن بادر مني أنا، فكرتي كانت في البداية إنه اتفق لو رحت برجع لنادي الهلال. بعد أقل من 6 أشهر كتب هوساوي السطر الأخير في مسيرته الأوروبية التي لم تنجح، عاد إلى السعودية، خاض ودية الأخضر أمام الأرجنتين. بعد المباراة الدولية لم يفي بوعده مع الهلاليين. حتى يعني لو افترضنا رحت لأوروبا ورجعت بيطلع شكل يعني غير صادق أو إنسان يعني مالي كويس في نظرة أو في نظرة الشارع الرياضي يعني. لو في شيء صراحة أنا بروح بعلنها وبكون صريح. اتجه إلى جدة واختار فريقا جديدا في حياته الاحترافية، وقع مع الأهلي في عقد ضخم أسال لعاب الشاب الأسمر. وصل العرض الأخضر إلى 8 ملايين ريال في الموسم الواحد. منذ نوفمبر 2012 وحتى يناير المقبل ينتظر الأهلاويون على وجه الخصوص والهلاليون معهم ومتابعو قضية المدافع هوساوي بداية النهاية الاحترافية لنجم قد ينتهي تحت القميص الأخضر. عبد الله الدرويش، العربية. وفي الاستوديو الآن يلتحق بنا كابتن أسامة هوساوي لاعب أندرلخت البلجيكي الذي سيوقع أو وقع للأهلي السعودي أهلي جدة، سينتقل في الفترة الشتوية المقبلة يلعب تحت ألوان أهلي جدة. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصبح على أخوة المشاهدين، إن شاء الله تكون إن شاء الله طاحبة. كابتن شكرا جزيلا لحضورك. يعني من أول ما رحت أندرلخت ورجعت الأهلي والكلام كثير، خلينا نأخذ القصة من الأخير. وعدت فأخلفت؟ وعدت الهلاليين وأخلفت؟ لا طبعا. طيب قل لنا القصة. طيب طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الكل يعرف أنه فترة الصيف السنة الأخيرة بدأت المفاوضات.
بالعكس انا جلسوا معايا، جلست معايا الاداره الهلاليه واعضاء الشرف، وكنت صريح بدايه رغبتي في الاحتراف. هذا ولسه انت ما دخلت الفتره الحره؟ لا ما دخلت الفتره الحره، لسه باقي اكثر من 6 شهور. باقي هالكلام الان؟ هالكلام اي. وبالعكس النادي قدم عرضه اللي كان هو يعني السقف الاعلى اللي كان 5 مليون بعرض رسمي، وكان وجه نظر الاداره انه يعني ما نتجاوز هذه الارقام. بالعكس انا احترمت رغبه الاداره، وهذا قرار هي ادرى بمصلحه الفريق، يعني مش انا اللي ادرى بمصلحه الفريق. في نفس الوقت انا يعني اصريت، قلت انه عندي الفرص، وطالما عندي الفرص خليني يعني اقدر اني اروح، واذا ما عندي فرصه ما اعتقد اني راح اخاطر يعني بالشيء هذا، اني اقول بروح احترف وراح احترف وفي النهايه يعني ما اروح احترف. اللي حصل كانت دائما في اجتماعات خاصه مع الامير عبد الرحمن. طبعا في نقطه قبل، احنا لسه ما دخلت الست اشهر، هي هذه كلها قبل الست اشهر. أيوة. ابغاك تكون دقيق معي. طبعا انا بقول نقطه قبل لا يعني لا اكمل، انا ما بكون من النوع اللي يقول يكون يعني يطبق عليه المثل اذا جيت رايح كثر الفضايح. بالعكس عشت 4 سنوات كانت جدا ممتعه لي في نادي الهلال، حققت فيها بطولات، كسبت حب الجماهير. يعني يكفي انه الجمهور اهتف باسم اسامه في الملعب، يعني هذا فخر لاي لاعب وانجاز لاي لاعب. جميل. ولكن طبعا الواحد لازم في حقائق لازم توضح. يمكن في شيء انا قلته ما فهم بطريقه صحيحه، او في كلام طلع على لساني وانا فعلا ما قلته. طيب شو اللي قلع على لسانك وانت ما قلته؟ طيب. اول شيء نرجع للمفاوضات الاخيره هذه قبل 6 شهور. طيب تقول بالتسلسل؟ لا على السريع كذا. طيب اللي هو النقطه، المشاكل الحين كلها على المؤتمر. طبعا انا اول شيء كل اللي اقصده في المؤتمر كان في فتره الست شهور فقط لا غير، كنا نتكلم على فتره اولا المؤتمر قبل ما تدخل 6 شهور ولا بعد؟ قبل. ما دخلت 6 شهور؟ اي ما دخلت 6 شهور. اي انا ما اعتقد قبل. فكان الموضوع كله على فتره 6 شهور، صدقني ما في لاعب في العالم عقده ينتهي ويقول برجع. ولا قد حصلت هذه النقطه. انا قلت يعني دائم الكل قاعد ياخذ اللقطات اللي هو يحتاجها، مثلا يجيك واحد يقول لك ويل للمصلين. طب كمل الايه. انا قلت يعني في هذه الفترة، يعني حتى أتكلم قلت في هذه الفترة أنا والنادي يعني اتفقنا أن نوصل لصيغة. طيب أنا أسألك ليش الصيغة ذي ما سويناها وأنا يوم مشيت ل وش كانت الصيغة اللي تبحث؟ كان اتفاقنا أنه نوصل لصيغة لو برجع لو رحت 6 شهور. اي أنه يكون في رقم واضح اللي يعني قصدك لو تركك الهلال في آخر 6 شهور اللي في عقدك. شهور أيوه يكون في رقم واضح. حتى كنت أنا اختلافا، أنا الأمير عبد الرحمن كان يقول لي لا 5 مليون، كنت أقول لا بسعر السوق. اي فكان هذه نقطة اختلافنا. اي فقلنا ما راح نتفق فيها ان شاء الله، لو مشيت ما راح نتفق. لكن ما اتفقتوا انك تمشي في 6 شهور. انا اجيك. اي وقلت برضه وفاء لي وبادره مني انا شخصيا اني لو برجع ارجع للهلال، يعني الهلال تنازل عن فتره 6 شهور طبيعي اني برجع له، يعني يعني وفاء للنادي ورد جميل لازم ارجع له، وكان بيكون في اتفاق بيننا. جميل. اللي حصل جوني اعضاء الشرف وكلموني النادي وعرضوا علي المبلغ اللي دفعوا لي اخر 6 شهور. اي طبعا وقالوا لي كمل معانا نهايه الموسم، حتى اخذت المبلغ قلت يعني المبلغ غير مشروط. دفعوا لك مبلغ انك تبقى 6 شهور؟ لا مبلغ يعني كهديه. اي كهديه بس مش مشروط. مش مشروط كهديه، وما في احد جبر خواطر يعني جبر خواطر اجلس يعني. ايوه بالعكس حتى لو ما دفع هذا المبلغ هذا عقدي، يعني لو طلب مني اني اكمل راح اكمل. بس ما كان بطلب منك هالمبلغ؟ لا ما كان بطلب مني ابدا. من اداره النادي اللي تقنعك بالبقاء؟ مش تقنعني كذا بس جبر خواطر. اي ويعني كهديه من اعضاء شرف الحين من اعضاء شرف ولا من اداره النادي اسامه؟ اعضاء الشرف. اي عشان اعضاء الشرف برضه الامير عبد الرحمن، بس كانت بادر هي من عضو شرف. اي واجتمعنا قلت بالعكس. بالعكس انا رايح يعني ولد النادي لو انتم حتى لو ما اعطيتوني راح اجلس اكمل العقد. اكمل عقدي غصبا عني يعني. العكس شريعه المتعاقدين، وان المبلغ يكون غير مشروط. بالعكس وكان يعني ما حد يكره الخير، كان مبلغ جدا، وقلت اكمل عقدي ما عندي اي مشكله. واللي طلع بعدين في الفتره الاخيره انه اسامه ما عنده عروض. بالعكس عنده عروض، وانا جبت لك عرض معي اصلا. عندك اكثر من عرض تمام. بس ما هذا عرض ندلخ. طبعا عندي الثاني صعب اني طبعا هذا ورد في في يوم 5/1 في يناير 2012 احد العروض اللي جاتني في بدايه هالسنه.
في 5 بداية السنة إلى بداية فترة التسجيل تبدأ يمكن 3 يناير. وفي تقريبا هذا العرض جاءك يعني بعد أو بعد المؤتمر الصحفي. بعد المؤتمر الصحفي. أنت عقدت المؤتمر الصحفي في ديسمبر. بعد المؤتمر الصحفي. وكان بالعكس كان يمديني أن أروح وأخلص بس طلب مني مثلا أني يعني طلب مني أني يعني عروضي أبرزها. أنا أعتقد أنه مو من مصلحتي أنه أكشف أوراقي وأكشف أسراري طالما أني اخترت البقاء. حتى قلت في المؤتمر إذا جاني العرض المناسب مكان مناسب راح أروح أو أني راح أكمل الموسم. طيب راح أكمل الموسم. طيب كله في المؤتمر الصحفي. خلينا نروح للمؤتمر. يعني العبارة اللي وردت طبعا عناوين الصحف كانت ظهرت كلها أن أسامة لن ألعب في السعودية إلا للهلال. في عبارة وردت منك أنت إذا رجعت للسعودية إذا رجعت سألعب للهلال. طيب طبعا إيش اللي حصل؟ أنه أنت رجعت الحين بس ما لعبت للهلال. طيب فسر لي معناته أنت خلفت الوعد. طيب اللي حصل أنه ثاني يوم صار في كلام على لساني انه سامة قال بيرجع للسعوديه وفي اللي قاعد يتكلم وفاهم انا ايش قصدي في المؤتمر او في الجرائد بصفحات بالكلام بالعريض يعني سامة انه راح يرجع فيها. فالجمهور حط هذا النقطه في باله انه سامة راح يرجع لها سامة راح يرجع لها. بس برضه لو ترجع للمؤتمر انا قلت الكلام هذا وانا اقصد كله 6 شهور. حتى قلت ليش في البعض يطالب انه امدد عقدي واروح. قلت مش ممكن يعني امدد عقدي واروح لنادي النادي ما راح يعني ما راح يرضى بهذا الشيء نادي في اوروبا. اذا خلينا اكون دقيق معك. وعدك هو لو تركني الهلال ل6 شهور الاخيره ايوه يعني امشي مو ارجع له بعدها لو وكنا حنوقع لصيغه اصلا كنت حتوقعوا شيء اي حنوقع لصيغه وكنت في اتفاقيه لكنك بينا. لم تقل خليني دقيق معك اسامه لم تقل بانك ستعود اذا رغبت في اي وقت ستعود للهلال لم تقل لا ذلك. لا ما اقول ذلك ما اقصد ذلك. طيب خلينا نرجع خلينا نرجع للكليب اللي موجود عندنا في المؤتمر الصحفي وارجع اسمع تعليق اسامه عليه مره ثانيه. تفضل شباب. انه ما اروح لاي نادي فاتفقنا على هذا الشيء ورضى الطرفين يعني ويمكن حتى كان الموضوع يمكن بادر مني انا فكرتي كانت في البدايه انه اتفق لو رحت لو برجع لنادي الهلال مثلا بكون يجيك احد يقول لك ليش ما تمدد وتروح. الكل يعرف انه التمديد ترى مشكله في هذا الموضوع انك انت لو مددت النادي اللي هناك يقول لك تجيني او يمكن صعب ياخذك اعاره يعني يبغاك حر. فانا من مصلحتي اني اروح حر واسهل لي. لو اخذك اعاره يقول لك انا لو عليه لو بدفع يعني بتكون في صعوبه. عشان كذا انا يعني رفضت فكره التمديد واني مثلا ما بجلس. اسامه العباره واضحه انك تبغى ترجع للهلال. طيب لو افترضنا اني فعلا برجع للهلال انا يعني وضحت انا اقصد فتره 6 شهور. هي العباره واضحه انك سترجع للهلال. اي في فتره 6 شهور لو جيت الكلام كله يقول لك نوصل لصيغه اتفقنا وانه ما راح ارجع الا للهلال. اي يعني كانوا الصيغه ذي ما صارت الصيغه. طيب فين الصيغه؟ ليش مثلا ما قالوا اسامه راح ما عمل الصيغه؟ طب ليش ما طلبت بعد يوم شفت الكلام في الصحف ليش ما طلبت مركز الاعلام في الهلال صحح؟ والله يعني ما حبيت اكبر الموضوع لانه كنت في ذيك الفتره لو فتحت الموضوع بتصير مشكله كبيره. وكان فتره مهمه لي اركز فيها صراحه. ليش تصير مشكله يعني؟ بتصير مشكله انا شفت المشكله اللي صارت الان. فاكون تحت لانه ما كنت وقتها مركز اني العب كويس ابغى الانديه تشوفني ابغى عروض ممتازه لي. فاعتقد انه وقتها لو فتحت هذا الموضوع بيصير مشكله كبيره. تكلمت مع احد من النادي قلت لهم ترى انا ما قلت كذا؟ تقريبا والله ما افتكر بامانه ما افتكر اني تكلمت وما اتكلمت. بس انه انا اقصر 6 شهور ويعني ما اقول. وفي النقطه الثانيه اخوي بتال لو افترضنا اني فعلا قلت برجع الهلال تمام انا جاتني عروض قبل مباراه الكونغو منتخب اللي لعبناها في الحسا. نعم كانت في نوفمبر تقريبا بعشر ايام او اسبوعين. نعم. جاتني عروض من انديه اي في السعوديه وفي الخليج يعني كانوا يكلمون حددت مبلغ قلت له يبغى يدفع لي هذا المبلغ انا ما عندي اي مشكله انا بنتفق مع اندرلخت واتفق مع اندرلخت وصل المبلغ اللي انا طلبته. كلمنا اندرلخت قال انا احتاج هذا الشيء. طيب تمام هذا الكلام في شهر 11 هذا الكلام قبل مباراه الكونغو. نعم ثاني يوم انا رفعت سماعه لاحد اعضاء الشرف قلت ترى في الهلال